بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن شيت 4 في الإلكترونيكس، وشيت 4 فيه 6 أسئلة. هنحاول إن شاء الله نحل الـ6 أسئلة. في نهاية الشيت المفروض نبقى عارفين إيه هي السيمي كوندكتورز وإيه هي أنواعها. طبعا أنواعها في انترنسك وإكسترنسك، وفي الإكسترنسك في أنواع برضه تانية اللي هي الني تايب والبي تايب. والمفروض برضو نبقى في الاخر عارفين ازاي السيمي كوندكتور نقدر نحولها لكوندكتورز. ان في طريقتين اساسيتين بستخدمهم عشان خاطر احول السيمي كوندكتور لكوندكتورز. وبعد كده نتكلم عن الكرنت تايبس، انواع الكرنت الموجوده في السيمي كوندكتور، وازاي بعد كده بنحسب الدريفت فيلوسيتي والدريفت كرنت دنسيتي. جنرالي الماتيريالز اللي موجوده ليها 3 انواع، ان هي ممكن تكون سيمي كوندكتور، ممكن تكون كوندكتور سيمي كوندكتور او انسوليتور. الكوندكتور اللي هي الموصلات بتوصل التيار، والانسوليتور اللي هي المواد العازله اللي هي ما بتوصلش، والسيمي كوندكتور دي مواد اشباه موصلات، مواد يعني لها صفات متوسطه ما بين الانسوليتور والكوندكتور. طبعا الميزه في السيمي كوندكتور هو ان انا اقدر احوله لكوندكتور. طبعا الانسوليتر مستحيل، لكن السيمي كوندكتور اقدر احوله لكوندكتور. ذا مين ادفانتج اوف السيمي كوندكتور از ذات النمبر اوف الكترونز ار كنترولبل، يعني انا اقدر اتحكم في عدد الالكترونات الموجوده في السيمي كوندكتور، وبالتالي اقدر اخلي السيمي كوندكتور يبقى كوندكتور. اللي طبعا الالكترونز هي المصدر الاساسي لوجود تيار، او ان انا اقدر اخلي السيمي كوندكتور يبقى كوندكتور. ايه هي بقى اكسبلسيتلي، ايه الطرق اللي بستخدمها عشان خاطر احول سيمي كوندكتور لكوندكتور؟ ممكن اضيف انرجي او بعمل دوبنج. بضيف انرجي للسيمي كوندكتور، وبالتالي الروابط الموجوده في ذرات السيمي كوندكتور زي السيليكون بتنكسر، وبالتالي هينتج الكترونات فري. وطبعا الالكترونات الفري هي مصدر وجود الكرنت في السيمي كوندكتور. وكذلك برضو التراتين اللي هي الدوبنج، ان هو بالعربي اضافة شوائب، يعني ببدأ اضيف مواد تتحد مع ذرات السيمي كوندكتور. ونفرض المثال اللي انا بتشتغل عليه على طول في السيمي كوندكتور اللي هو السيليكون، ان انا بضيف ذرات على ذرة السيليكون بحيث الذرات دي تتوح لي وجود الكترونات فري. هنعرف بالتفصيل بعد كده. فالدوبنج هي عملية إضافة مواد غير السيمي كوندكتور على ذرات السيمي كوندكتور، بحيث إنها تتيح لي وجود إلكترونات فري، أو طبعا هولز فري. الدوبنج بعد ما بيحصل بينتج لي في الآخر الماتيريال اللي بتبقى السيمي كوندكتور، ما بقولش عليها سيليكون، بقول هي إن تايب ماتيريال، أو بقول عليها بي تايب ماتيريال. ما بتبقاش ذرة سيليكون سيمي كوندكتور بيور، بسميها إن تايب أو بي تايب ماتيريال. طبعا لما باجي اعمل دوبنج، وبتكون الماده اللي انا بضيفها او الذره اللي انا بضيفها على الذره اللي انا بضيفها على ذره السيليكون، مستوى الطاقه الاخير فيها بيكون اكتر من 4، ونفرض 5، والسيليكون اصلا فيه 4. ذره السيليكون اللي هي السيمي كوندكتور فيها 4، بضيف عليها ذره تانية مش سيمي كوندكتور وفيها الكترونات اكتر من 4، ونفرض 5. فلما السيليكون فيها 4، عشان خاطر توصل لحاله الاستابيليتي محتاجه 4 كمان، عشان ما فيها ايه في المستوى الطاقه الاخير فيه 8. فعشان توصل لحاله الاستابيليتي محتاجه 4 بس من الذره اللي هتتحد معاها. وبالتالي لو هي الذره دي فيها 5، فهي تاخد السيليكون ياخد 4، وهيبقى فيه الكترون فري. ووجود الكترون فري ده فعلا ده هو السبب الوحيد اللي بيخلي السيمي كوندكتور يبقى موصل. وبالتالي الذره اللي هتنتج دي هتبقى مش هتبقى سيليكون عادي، هتبقى بسميها ان تايب ماتيريال، لان الالكترونات هي اللي موجوده. ان دي بتريفير للنمبر اوف الكترونز، فان تايب يعني في الكترونات موجوده بعد عمليه الدوبنج دي. الذرات اللي هي بتتحد مع السيليكون بحيث ان يبقى في الاخر في الكترونات فري بسميها دونر. والدونر دي مثال للذرات اللي هي بنطلق عليها الدونر، الفوسفور والارسنيك. وطبعا لو انا ضفت ذرات مستوى الطاقه الاخير في اقل من 4، مش 5، ممكن 3،
لو السيليكون بقى فيه في أربعة، ولو اتحد مع ذرة فيه ثلاثة هيبقى فيه سبعة، وبالتالي هيبقى فيه هول فاضية محتاجة إن هي تو بي فيلد ويز إلكترون. وبالتالي فإن الذرة في الحالة دي، ذرة السيليكون في الحالة دي بسميها بي تايب. بي تايب لأن عدد الهولز هي اللي أكتر، عدد الهولز الفري هي اللي أكتر. بنطلق على المواد اللي هي بتتحد مع السيليكون بسميها اكسبتور. اكسبتور لان هي بتنتج عنها هولز فري، بتبقى قابله ان هي تاكسبت اي الكترون موجود ممكن يكون بيتحرك حوالين الذره. امثله الاكسبتورز عندنا البورون، الالومنيوم، والجاليوم. نحفظ العناصر دي او الاتومز دي عشان خاطر هيجي في السؤال ان انا عملت دوبنج ببروم او عملت دوبنج بفوسفور او وهكذا، فنعرف الفوسفور والارسنيك دي دونرز، والبروم والالومنيوم والجاليوم دول اكسبتورز. السيمي كوندكتور ماتيريال اللي انا ما عملتلهاش دوبنج خالص بسميها انترنسيك، لكن السيمي كوندكتور اللي عملت لها دوبنج بسميها اكسترنسيك. بالتالي ففي نوعين من السيمي كوندكتور، وهي الانترنسيك والاكسترنسيك. دي بيور سيمي كوندكتور ودي ام بيور سيمي كوندكتور. الاكسترنسيك لما بعمل دوبك بينتج لي طبعا ان تايب وبي تايب. جنرالي لو انا في الانترنسيك، انا دلوقتي ما فيش يعني في العادي ما فيش الكترونات فري، ما حصل ما عملتش دوبنج فنتج نتيجه اتحاد، عملت ذره اللي كنت اتحد مع ذره ثانيه وبالتالي الكترونات فري، العمليه دي مش موجوده، الدوبنج ما حصلش لان هي اصلا بيور سيمي كوندكتور. بس في درجه حراره الغرفه الانترنسيك فيها ايكوال نمبر اوف الكترونز، او النمبر اوف الكترونز بيساوي النمبر اوف هولز، وبيساوي كونستنت معين بنسميه ان اي. ففي الانترنسيك ماتيريال ان بتساوي بي بتساوي ان اي بتساوي كونستنت معين اللي هو 1.45 من 100 في 10 اس 10، ده قيمه الكونستنت اللي هو ان اي، اللي هو بيريفير للنمبر اوف الكترونز والنمبر اوف هولز اللي موجوده في الانترنسيك ماتيريال. ولكن لو انا مسكت الاكسترنسيك ماتيريال الاقي النمبر اوف هولز والنمبر اوف الكترونز بيرتبطوا مع بعض بعلاقه معينه اسمها لو ماس اكشن، تبع لو ماس اكشن اللي هو بيستيت ذات ان الان في البي بيساوي ان اي سكوير. يعني عشان اجيب الان، الان بتساوي ان اي سكوير على البي، والبي بتساوي ان اي سكوير على الان. وطبعا الان اي احنا عارفينها هي كونستنت، فدي العلاقه اللي بتربط ما بين الالكترونز والهولز، النمبر اوف الكترونز والنمبر اوف هولز في الاكسترنسيك ماتيريال، ودي العلاقه اللي بتربط بين الالكترونز والهولز في الانترنسيك ماتيريال. بعد كده بالنسبه للسيمي كوندكتورز، في العادي السيمي كوندكتور ليها ممكن يمر فيها نوعين من الكرنت. الكرنت ذات باس ثرو السيمي كوندكتور هاز تو مين تايبس، الديفيوجن او الدريفت كرنت، الديفيوجن كرنت والدريفت كرنت. الديفيوجن كرنت بيجي انا بيكون معايا سيمي كوندكتور ماتريال ما وصلتلهاش ما عملتش فيها اي حاجه، بينتج في الحاله في درجه حراره الغرفه بينتج فيها ديفيوجن كرنت. ديفيوجن كارنت كام فروم، يعني الديفيوجن كارنت اللي موجود في السيمي كوندكتور بيجي نتيجه ان انا بيكون عندي نون يونيفورم ديستريبيوشن اوف الكترونز. الالكترونات اللي موجوده في السيمي كوندكتور ما بتكونش متوزعه بشكل متساوي، وبالتالي بيحصل فيها حركه عشوائيه بحيث ان هي تتحرك من المكان اللي فيه دنستي عاليه للمكان اللي فيه دنستي اقل، وبالتالي وجود حركه الالكترونات ده معناه ان في كارنت. فهو حركة الإلكترونات بشكل نورمال ده اسمه ديفيوجن كارنت، مش نتيجة أي مؤثر خارجي. لكن لو السيمي كوندكتور وصلتها كارنت سورس، وصلتها فولتج سورس، هينتج بعد كده دريفت كارنت، حاجة تانية اسمها دريفت كارنت. ففي ديفيوجن كارنت وفي دريفت كارنت. الدريفت كارنت كام فروم ذا الكتريك فيلد ذات از كونكتد تو ذا سيمي كوندكتور ماتيريال. يعني لو وصلت السيمي كوندكتور ماتيريال بفولتج سورس هينتج الدريفت كارنت. بعد كده المفروض نبقى عارفين في حاجه اسمها دريفت فيلوسيتي، اللي هي الالكترون كونسنتريشن اللي موجوده في السيمي كوندكتور، عدد الالكترونات اللي موجوده في السيمي كوندكتور دي بسميها دريفت فيلوسيتي. بعد ما بوصل السيمي كوندكتور ماتيريال بوصلها فولتج سورس، الالكترون كونسنتريشن بريفير لي بالدريفت فيلوسيتي، طبعا بيتجاب من ايكويشن معين. لو الذره بتاعتي اللي انا بوصلها بالفولتج سورس كانت بي تايب،
يبقى ال في بي بيساوي ميو بي اي. ولو الذره اللي انا بوصل بيها فولت سورس كان ان تايب، يبقى ال في ان بيساوي سالب ميو ان اي، وير ان الاي هي الفولت سورس او القيمه بتاع الفولت اللي متوصل، قيمه الفولت بتاع البطاريه، والميو بي والميو ان ده الموبيليتي بتاع الالكترون. طبعا الموبيليتي بتاع الالكترون في الماده بيختلف من ماده لتانيه لماده تانيه. الموبيليتي اللي هي يعني فليكسيبيليتي اوف حركه الالكترون جوه الماده، جوه الماتيريال. طبعا لو انا ماسكه مثلا سيليكون ليها الالكترون بتتحرك بموبيليتي معينه، لو انا ماسكه فوسفور يعني الالكترون بيتحرك بموبيليتي معينه، فالفلكسبيليتي اوف حركه الالكترون دي الميو بي والميو ان، دي الموبيليتي اوف الهولز ودي الموبيليتي اوف الالكترونز. بعد كده الدريفت كارنت دنسيتي، الدريفت كارنت دنسيتي اللي هو السمشن بتاع الدريفت كارنت دنسيتي، بتبقى عباره عن الكيو في الفي ان، الكيو في الفي ان في الان، الكيو في الفي ان في الان، الفيلوسيتي مضروبه في الكيو في الان. طبعا لو انا ان تايب، وطبعا دي لو بي تايب، وفي العادي لو سالني الكرنت الدريفت كرنت دنسي هو قصده على مجموع الجي ان والجي بي، مش واحده فيهم بس. ولو حطيت الايكويشن دي سميشن مع الايكويشن دي هتبتدي الايكويشن دي. فجنرالي في الاخر لو سالني على الدريفت كرنت دنسيتي يبقى هو قصده ان انا بجيب الانون فاليوز دي وبعوض عنها واشوف قيمه في الاخر الدريفت كرنت دنسيتي. طبعا الكيو اللي هي شحنه الالكترون دي كونستنت، والان والبي دي نمبر اوف الكترونز والنمبر اوف هولز، والميو ان والميو بي دي الموبيليتي، والاي هي الالكترون الفولتج سورس المتوصل في السيمي كوندكتور. بعد كده في بارامتر تاني اسمه الكوندكتيفيتي اوف السيمي كوندكتور. الكوندكتيفيتي اللي هي يعني التوصيليه الكهربيه للسيمي كوندكتور، يعني هو بيقدر يوصل كهرباء بمقدار قد ايه. طبعا الكوندكتيفيتي هي عكس الريزيستيفيتي، فدي طبعا العلاقه بين الكوندكتيفيتي والريزيستيفيتي. والكوندكتيفيتي هي عباره عن كل الترم ده كله، تمام؟ طيب لو عايزين نبص على الأسئلة، ممكن حاجات في حاجة كتير ممكن توضح بالأسئلة. لو أنا عندي السؤال الأولاني بيقول لي أنا معايا سيليكون ماتريال عملت لها دوبنج، لما باجي أعمل دوبنج لازم يقول لي أنا ضفت عملت دوبنج بإيه؟ إيه نوع المادة اللي عملت بيها؟ فقال لي أنا ضفت 10 أس 15 أرسنال. ضفت 10 اس 15 ارسنك، والارسنك دي دونر. هو في الاخر بيسال على اللي هو الكونسنتريشن. طيب بما ان انا الدوبنج حصل نتيجه الارسنك، والارسنك دي دونر، والدونر بيدي الكترونات، فبالتالي الان هيساوي 10 اس 15، تمام؟ الارسنك دي ذره ما باجي اعمل لها اتحاد مع السيليكون، بعمل لها دوبنج مع السيليكون، بتنتج لي الكترون فري. ده لو انا ضفت ذره واحده بس. هو بيقول ان ضفت 10 اس 15 ذره، وبالتالي يبقى عندي 10 اس 15 الكترون فري، تمام؟ فلو انا بعمل دوبنج بالارسنك، بالتالي الان هتساوي 10 اس 15، لان الان بتماب النمبر اوف الكترونز اللي بتبقى فري لما بعمل دوبنج بالارسنك، تمام كده؟ طب انا دلوقتي بقى معايا الان، هو اصلا عايز الهول كونسنتريشن، فالهول كونسنتريشن ممكن اجيبها من لو ماس اكشن ان البي بتساوي ان اي سكوير على الان. طبعا اعوض بان اي سكوير اللي هي الكونستانت عادي 10 في 10 في 5 41 في 10 اس 10 طبعا سكوير، على قيمه الان اي الان اللي هي 10 اس 15، ينتج لي طبعا قيمه، القيمه دي هي قيمه البي او الهول كونسنتريشن اللي هو عايزها، تمام؟ طبعا هو بين القوسين هنا دي الانسر الموجوده في الشيت. بالنسبه للسؤال الثاني بيقول لي انا معايا ذره سيليكون عملت لها دوبنج بذرات برون، وعدد ذرات البرون دي 10 اس 18، ايه هي الالكترون كونسنتريشن؟
طيب بما ان عملت دوبنج ببورون، البورون ده اكسبتور، يعني هو بينتج نتيجة بعد ما بعمل دوبنج بالبورون بينتج لي هولز. هتنتج لي هول واحدة ولا هتنتج لي كام هول؟ على انت لو انا ضفت بورون واحدة هينتج لي هول واحدة، لكن لو انا ضفت 10 اس 18 بورون هينتج لي 10 اس 18 هول، بالتالي فان البي بيساوي 10 اس 18. تمام. given البي واللو ماس اكشن يبقى الان هتساوي ان اي سكوير على البي. انا عندي البي وعندي ان اي، اعرف اجيب الان، والان دي هو اللي عايزه اصلا الالكترون كونسنتريشن. تمام. بالنسبه للسؤال الثالث، هو ما قاليش انا عملت دوبنج ولا حاجه، قال لي الان بكذا، الالكترون كونسنتريشن ان سيليكون is n equal 5 في 10 اس 4. ما قالش انا عملت دوبنج، قال لي كانه قال لي عملي دوبك عملت دوبنج، والان في الاخر بكام؟ فهو هنا مديني جيفن بس الان بتساوي 10 5 في 10 اس 4. تمام. بيقول لي ديترماين ذا هول كونسنتريشن، وبعد كده اقول لي هل هي ان تايب ولا بي تايب. فعشان اجيب الهول كونسنتريشن الاول بستخدم اللوماس اكشن، بي بيساوي ان اي سكوير على الان، والان اصلا ب 5 في 10 اس 4. بجيب البي، وبعد كده هو هي ان تايب ولا بي تايب؟ طبعا انا لما كنت بشرح البي تايب والان تايب بقول انا بسميت الماتيريال دي بي تايب لان عادل الهولز اكتر، وبسمي الماتيريال دي ان تايب لان عادل ايه؟ الكترونز اكتر. فبما ان في المثال بتاعنا ده عادل البي اكبر من الان هيبقى بي تايب، يبقى الاجابه ان ذيس از ا بي تايب ماتيريال او بي تايب سيمي كوندكتور. تمام. بالنسبه للسؤال الرابع بيقول لي given الهول كونسنتريشن از بي في 10 بي بتساوي 5 في 10 اس 5 ديترماين ذا الكترون كونسنتريشن، وبيسال اذا كانت هي ان تايب ولا بي تايب. طبعا given البي بيساوي 10 5 في 10 اس 5، او لما استخدم اللو ماس اكشن اللي هو بيربط العلاقه بين البي والان في الاكسترنسك ماتيريال، البي بيساوي ان اي ان اي سكوير على الان. بحط قيمه الان اي سكوير على الان اللي هي عندي 5 في 10 اس 5، فيبقى عندي ترم اسمه 41 في 10 اس 10، كل ده سكوير، ده الترم بين القوسين ال 40 دول، على الان اللي هو 5 في 10 اس 5. هتنتج لي طبعا الرقم، لما اجي اقارن الرقم البي بال سوري دي ان، لما اجي اقارن البي اللي عندي بالان اللي انا جبتها هلاقي ان الان هي الاكبر، دي في 10 اس 5 ودي في 10 اس 15، هيبقى الان هي الاكبر. طالما الان هي الاكبر هيبقى ان تايب سيمي كوندكتور. بالنسبه للسؤال السادس بيقول لي اسيوم ان انا عندي انترنسك سيليكون والميو ان بتاعتها بكذا والميو بتاعتها بكذا، ويعني عندي سيليكون انترنسك وبعد كده عملت السيليكون عملت لها دوبنج وكانت الميو بتاعتها كذا والميو ان بتاعتها بكذا والميو بتاعتها بكذا. مين في الماتيريالز دي الانترنسك والاكسترنسك، او مين في الانترنسك ولا الدوبت؟ should be used as a connecting bar. طبعا هو لما قال لي دوبنج هنا ما قاليش عملت دوبنج بذره اسمها ايه ولا بمقدار الذره دي قد ايه، فهيديني اسئله كتير ويقول لي في حاله الانترنسك which material should be used as a connecting bar، مين في الماتيريالز دي اللي المفروض استخدمها ككونكتنج بار. كونكتنج بار يعني اللي هستخدمها عشان خاطر هي توصل تيار، يا اما اللي ليها مقاومه اقل يا اما اللي ليها كوندكتيفيتي اكتر. تمام. لازم الكوندكتيفيتي بتاع الماتيريال تبقى اكتر. فلو انا عندي الرول بتاع الكوندكتيفيتي اللي هي الكوندكتيفيتي بتساوي كيو في ان ميو ان بلس بي ميو بي،
يعني اجيب للانترنسك دي الكوندكتيفيتي بتاعتها واشوف قيمتها بكام، ولا نفرض 10 وبعد كده اجيب الكوندكتيفيتي بتاع بتاع البارت بي ونفرض 20 وهكذا، افضل اجيب القيم الكوندكتيفيتي بتاع كل الحاجات دي وبختار الماتيريال اللي ليها اعلى كوندكتيفيتي. ليه اعلى كوندكتيفيتي؟ هي يبقى لها اكتر توصيليه وتقدر تصدمها ككونكتنج بار. فخلينا مثلا نستخدم الانترنسيك ماتيريال رقم ايه؟ ايه الكوندكتيفيتي؟ احط الرول بتاع الكوندكتيفيتي، كوندكتيفيتي بتساوي كيو ان ميو ان بلس بي ميو بي. ايه اللي موجود عندي هنا؟ يعني عايز اجيب الكوندكتيفيتي، شوف الرقم في الاخر يطلع بكام. الكيو عندي كونستانت لكل الحالات، يعني 1 في 6 في 10 في 6 في 19. طيب والميو ان والميو بي هو مديها لي اصلا، بيقول لي لو انت انترنسك الانترنسك ماتيريال الميو ان والميو بي بكذا. الانترنسك الميو ان ب 1350 والميو بي ب 480 والكيو. فانا عندي الكيو والميو ان والميو بي، فاضل الان والبي. طبعا انا عارفه ان الان والبي في الانترنسك اصلا بيساوي بعض، بيساوي الكونستانت اللي اسمه ان اي، يبقى ان بيساوي بي بيساوي ان اي بيساوي 45 في 10 اس 10. طبعا عندي كل الفاليوز هنا بضرب واجمع، في الاخر بطلع قيمه الكوندكتيفيتي. تمام. بعد كده بجيب بمس، يعني بروح للاليمنت الثاني اللي هو البي تايب سيليكون ويز ان اي. طبعا البي تايب هيبقى لها ميو بي مختلفه وميو ان مختلفه. هو ايه اللي لو انت دوب سيليكون الميو ان بكذا والميو بي بكذا. انا عايز اجيب الكوندكتيفيتي بتاع الماتيريال دي. طيب الرول بتاع الكوندكتيفيتي بيقول الكوندكتيفيتي بتساوي كيو ان ميو ان بلس بي ميو بي. الكيو كونستنت والميو ان ب 1110 والميو بي ب 400. فاضل لي الان والبي. الان والبي هو قايل لي وقايل لي البي تايب ويز ان اي ايكوال 10 اس 16. ان اي دي ان اي 10 اس 16 اللي هو انا عملت دوبنج بعدد الذرات اللي عملت لها دوبنج بايه؟ ب 10 اس 16. والان اي دي بتريفير لي النمبر اوف الاكسبتور. تمام. فعدد الذرات اللي ضفتها في الاكسبتور 10 اس 16، وبالتالي في ان البي هيساوي 10 اس 16 لان دي اكسبتور. اكسبتور يعني بتديني في الاخر هولز فري، فيبقى عندي كده بي بيساوي 10 اس 16. ولو استخدمت اليوم اس اكشن هيساوي هلاقي ان الان بتساوي ان اي سكوير على البي، هقدر اجيب قيمه الان، وبالتالي هيبقى معايا البي ومعايا الان ومعايا الميو بي والميو ان والكيو، هعوض هديني كونكتيفيتي. تمام. بالنسبه لسي مديني ال ال قايل لي ان هي ان تايب، ومديني الان دي نمبر اوف ايه؟ اوف دونر اتومز. انا عندي الرول بتاع الكوندكتيفيتي معايا طبعا جيفن الكيو والميو ان والميو بي، وفاضل الان وفاضل البي. هو اصلا مديني الان دي بيساوي 10 اس 16. لو ال N دي number of donors ب 10 أس 16 ده معناه ال N بيساوي 10 أس 16. خلاص كده أنا معايا ال N، فاضل أجيب ال B. ال B باستخدام اللومس أكشن ال B بتساوي N I سكوير على ال N، هعوض ب N I اللي هو 45 في 10 أس 10 سكوير على 10 أس 16. أنا كده معايا ال N وال B والميو N والميو B والكيو Q، هعوض وأجيب ال conductivity. طبعا كل ده انا بجيب قيم كوندكتيفيتي لكل جزء الـ A والـ B والـ C وهكذا، عشان في الاخر اجيب اقارن القيم دي واشوف مين اعلى قيمه. اعلى قيمه هي اللي هاخدها، علشان خاطر هي اللي بتريفير لي اعلى كوندكتيفيتي، وبالتالي الاليمنت او الماتيريال اللي اعلى كوندكتيفيتي هي اللي المفروض تستخدم ككونكتنج بول. بالنسبة لبارت دي هو بيقول given ال N A ب 10 أس 18، N A اللي هي number of acceptor
وبالتالي البي بتساوي 10، لو النمبر فاكس بسرعة 10 أس 18 يبقى البي بيساوي 10 أس 18. أنا معايا الميو إن ومعايا الميو بي ومعايا الكيو ومعايا الإن إيه اللي هي بتساوي البي. باستخدام اللوماس أكشن هجيب الإن، لأن بيساوي إن أي سكوير على دي بي، إن أي سكوير على البي، تمام؟ سوري. بعوض واجيب في الاخر الايه الكوندكتيفيتي. لكن بالنسبه للسؤال الاخير مش مديني الان ايه والان دي، مديني انا عملت دوبنج بالومنيوم والريزستيفيتي بكذا، مديني الريزستيفيتي على طول. فطبعا انا ممكن استخدم الرول بتاع الريزستيفيتي واقول ان الريزستيفيتي بيساوي 1 على الكوندكتيفيتي، وبالتالي الكوندكتيفيتي بيساوي 1 على الريزستيفيتي. فلو عايز اجيب الكوندكتيفيتي هتساوي 1 على القيمه اللي هو مديها لي، 1 على 1.9 مايكرو او. اشوف الكوندكتيفيتي في بارت ايه هتبقى ايه، وبعد كده وي شود سيلكت ذا ماتيريال ذات هاز ذا هايست كوندكتيفيتي كوندكتيفيتي از ا كونكتنج. تمام. بالنسبه للسؤال الخامس، لو انا عندي ان تايب سيليكون ماتيريال وطولها 2 مايكرومتر لينز، ولو انا وصلتها بفولتج سورس كان قيمه الفولت بواحد فولت، وعملت كنت انا اصلا عامله لها دوبنج ب 10 اس 16 فوسفور، تمام. عايز الالكترون دريفت فيلوسيتي، يا رول بتاع الالكترون، الالكترون دريفت فيلوسيتي كانت بتساوي ايه؟ الفي ان بيساوي سالب ميو ان اي، سالب ميو ان اي او ميو بي اي، طبعا على حسب انت ان تايب ولا بي تايب. المثال بتاعنا كان اصلا ان تايب، فانا مضطر اجيب الترم ده بس. هو قصده على الدريفت فيلوسيتي اللي هي في ان سالب ميو ان اي. فال the drift the electron drift velocity the electron drift velocity بيساوي في ان بيساوي سالب ميو ان اي. سالب هتساب ميو ان اللي هي 1350 في الاي اللي هي الفولت بتاع الفولت سورس، فيبقى عندي سالب 1350 في 1، يبقى الالكترون دريفت فيلوسيتي بيساوي سالب 1350. The time it takes an electron to pass across the 2 micrometer lens. الوقت اللي بياخده الالكترون عشان خاطر يعدي من بداية لنهاية الايه؟ البار اللي طوله 2 micrometer. طبعا generally السرعة بتساوي المسافة على الزمن. ولو هو عايز الزمن فالزمن بيساوي المسافة على السرعة. المسافة عندي اللي هي طول البار أو طول الماتريال على السرعة اللي أنا لسه جايبها drift velocity. فهيبقى الفيلوستي اللي جات لي هي سالب ألف سالب المسافة اللي هي 2 مايكرومتر على 1350، مش هينفع أحط 1350 بالسالب، هيبقى على 1300، مش هينفع أحط بالسالب يعني، فيبقى 2 على 1350 هيطلع لي التايم اللي بياخده الإلكترون عشان يمشي على طول الإيه؟ على طول البار كله. بعد كده عايز الدريفت كارنت دنسيتي، الدريفت كارنت دنسيتي بتساوي الرول الكيو ان ميو ان اي، الكيو ان ميو ان اي هو ايه اللي ان تايب، انا المفروض اجيب الدريفت كارنت دنسيتي بتاع الان تايب بس، لان انا اصلا ما عنديش الميو بي ولا عندي ما عنديش الميو بي، ما عندي كيو ان ميو ان اي، كيو ان ميو ان اي.
الدريفت كارنت انستي كيو ان ميو ان اي اللي هي عند بواحد ميو ان ب 1650، الان اللي هي 10^16، والكيو كونستنت اللي هو 6 × 10^-19. الدريفت كارنت دنسيتي بتساوي الكيو الدريفت كارنت دنسيتي اللي هي الجي ان، لان انا هي ان تايب، مش هو قال لي ان هي ان تايب، يبقى اجيب الجي ان بتساوي الكيو ان ميو ان في الاي. طبعا الكيو ان ميو ان في الاي دي كله كام عندي؟ الكيو كونستنت، الان جايبها لي اللي هي 10^16، والميو ان ب 1650، والاي بواحد. طبعا الان ب 10^16 لان دي فوسفور والفوسفور دونر. تمام. هو السؤال الخامس بس كده ما تحلش في ستيبس، بس هو بسيط يعني. ده كان شيت 5، وشكرا.